المغرب يستعد لإحياء مصفاة لا سمير بعد صدور حكم المركز الدولي للمنازعات. بعد صدور حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والذي رفض فيه أغلب طلبات كورال هوليدينغ في قضية سمير، يدرس المغرب إعادة إحياء المصفاة لتخفيض الفاتورة الطاقية. ورفض المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار غالبية طلبات شركة كورال القابضة في قضية لا سمير المغربية التي تقدر ب 2.7 مليار دولار، وألزم مركز تسوية المنازعات المغرب بتعويض كورال القابضة بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 6% فقط من المبلغ الذي كانت تدين المجموعة به الشركة المالكة لمصفات لا سمير. مصادر من داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تحدثت عن وجود مشروع قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة إلى مصفات المحمدية.